السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده يا جماعة السمان بتاعي داخل ما شاء الله في عمره الوقت حوالي 5 أيام، تمام. وإن شاء الله رب العالمين أنا عايز أعمل بقى إيه، أعمل فكرة كده هي جت لي. طبعا أنا كنت عمال أقول ونادي أقول يا جماعة ما ينفعش الواحد يربي من السلالة أكتر من مثلا من دورة أو دورتين بالكتيرة. طبعا دي بالنسبة لي يا جماعة تالت دورة بربي فيها من نفس الفصيلة، من نفس الإنتاج، من نفس الجينات بتاعتهم الوراثية، لأنه ما غيرتش الأب ولا الأم، هي بتبقى أم واحدة وأنا بختار ذكر واحد والدنيا تبقى زي الفل. طبعا كان بيحصل لي بعض التشوهات، وكان قال لي واحد من المتتبعين معايا إن سبب التشوهات اللي بتحصل يا جماعة كنت أنا بقول بسببها الصفات الوراثية، فقال لي يا فكرة لا ده هو ده بسبب عدم ان انت بحط ما بتحطش الرطوبة بتبقى عندك قليلة، ودي بتبقى بالسبب الرئيسي في التشوهات اللي بتحصل والنفوق وعدم الفأس الكتير بالنسبة للبيض. فطبعا يا جماعة الخير بجد انا لما عملت المرة في التجربة بتاعتي ديتي بتاعت الرش بالرشاشة بجد لقيت الانتاج ما شاء الله لا قوة الا بالله وصل اكتر من 90% الفأس، واللي كان ما طلعش دوت يعني حالة نادرة جدا وقليلة، واللي كان يعني اغلب البيض 90% او 100 يعني 95% من اللي ما طلعش كان سببه ان البيض لايح ما فيش فيه بذرة اصلا. زي ما انتوا شايفين كده طبعا اللي انا بقدم لهم اللي هو البادي المطحون، تمام. وما شاء الله زي ما انتوا شايفين اهو انا عامل لهم العلافه ديت يدوي عشان خاطر ايه ما ينكشش برجلهم ياكلوا ايه والدنيا تبقى زي الفل. فطبعا يا جماعه الخير الناس اللي بتسالني عن الرطوبه، فانا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله انا ان شاء الله باذن الله ناوي ان انا اخد من السمان اللي هو لسه انا يعني شايفينه مع بعض، بس انا هستنى ان شاء الله 10 ايام عم البيض يظبط والذكر برضو يكون بقى يعني وصل للبلوغ الكويس، وهاخد منه وهرقد باذن رب العالمين ونشوف لرابع جيل الاخبار بتاعتنا تبقى عامله ازاي. وكده يا جماعه الخير يبقى وصلنا نهايه الفيديو بتاعنا. ان عجبكم الفيديو ما تنسونوش من دعائكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احبكم في الله.